شوف هذا اصلا هي طبعا انت احنا عارفين ان مارتن سيفيلا هذا مدرب جديد بعد يوسف مناع، احنا تكلمنا على يوسف مناع ان الموسم اللي قبله كان مع فريق القادسيه وهبط معه. الان مارتن سيفيلا جاي بعد التوقف، بالتاكيد انك جالس يتعرف على لاعبينه، حتى اللاعبين اللي موجودين مع الفريق ممكن يقدر يقول ان انا والله ما جبتهم. هو بصراحه انا بالنسبه لي انه جاي مارتن سيفيلا كان مع نادي ابها، كان مقدم نتائج كويسه خصوصا في الدور الثاني، وكان يلعب برضه بخمسة ثلاثة اثنين، بس كان مع سعد بقير، كان مع العمري، كان مع عطوشي، كان يعني كان معها أدوات. المرة هذه لعبها ولكن مش الأدوات اللي تنفذ الطريقة، هو بصراحة ما له إلا كذا. هو جاء حتى بعد جاء وعنده لينيس مصاب، اللي هو أفضل لاعب في نادي العدالة طرف اليمين، يعني الشغل كله صان عليه هو. فلذلك حتى تلاحظ هو في لاعبين كانوا أساسيين مع المناعي حطهم احتياط زي أديسون اللي كان كابتن الفريق، حطه احتياط. واضح ان زي ما قال كابتن احمد ان التعاون اساسا شغال على الجهه اليسار للعداله اللي هو عند محمد العوفي وفهد الحربي، كلهم لاعبين صغار، فلذلك دايم في ظهرهم الكوره اللي فيها الناصر ويتناوب فيها الناصر وكاكو. بصراحه التعاون لما تشوفه هي نفس الادوات تقريبا ونفس العناصر، وتشوف نتائج العام ترى على فكرة زي الوقت هذا جاي عليه تقريبا 20 هدف السنة دي، 7 أهداف. هي بس في النهاية توظيف لاعبين، جاهزية لاعبين. الآن مدران بصراحة قاعد يقدم مستوى عالي جدا، لما يصير عنده جاهز بديل رقم 8 ترتيب عالي، المهداوي رقم 6 برضه على أعلى مستوى. في السابق كان فيه اللي هو حسن العمري، دخل عليه فهد الرشيد، الان دخل عليه ابو الناصر ياخذ الخانه. الحين الناصر حطهم كل الاثنين ذول احتياط لما دخل عليهم في التشكيله، داخل برضه رديف، انت تشوف رديف لما عبد الله رديف دخل في الشوط. لذلك التعاون مجموعه جميله جدا لما تستلم الكوره. بس اوكي انا بالنسبه لي مثلا هو جالس يقدم متعه، هو جالس يقدم اعلى مستوى. شموسكا حقيقه بصراحه اعطاهم الحريه، احنا ما ننسى برضه توامبا المحطه اللي موجود، توامبا لسه ما هو جاهز بدنيا، بالتاكيد ان الثلاث نقط اللي اخذها التعاون جميله جدا في مشواره هذا.